ملفات بوليسية. الأرملة والعميد. حدث قبل أكثر من 40 عاما. كان العميد يقوم يومها بالمداومة في المفوضية المركزية للشرطة بالرباط. حضر إلى المفوضية شخص أجنبي كان فرنسيا يعمل مقاولا في البناء، جاء يبلغ عن حادثة وقعت في ورش لبناء عمارة في حي المحيط. قال إن أحد العمال سقط من الطابق الرابع للعمارة التي توجد في طور البناء، أصيب في الرأس وفقد الوعي. أضاف المقاول الفرنسي أنه حمل العامل المصاب على متن سيارته الخاصة إلى المستشفى، ولكن الطبيب الذي فحصه لم يقدر على شيء، إذ استنتج أن العامل الشاب قد فارق الحياة. يحكي المقاول الأجنبي أنه كان يتعين عليه أن يتدبر نقل الجثة إلى مستودع الأموات، لأن المستشفى الذي وجد به لا يقبل غير الأحياء. تطور الأمر ووجد المقاول الفرنسي نفسه فيما وصفه بالمأزق، إذ احتد النقاش والجدل بين الطبيب الذي استنتج وفاة العامل والمسؤول عن المستودع البلدي للأموات، ولذلك قرر أن يعرض الأمر على الشرطة. كان العميد يظن أنه أمام قضية ليست بالتعقيد الظاهر، إذ كان يحسب أن الأمر سينتهي بمجرد أن يفحص الطبيب الشرعي الجثة ويعد تقريره حول أسباب الوفاة. بعدئذ كان يفترض أن يتبع الملف مساره العادي. الذي لم يكن العميد يتوقعه هو الذي حدث. ففي صبح اليوم التالي حضر المقاول الفرنسي إلى المفوضية وطلب مقابلة العميد. قال إنه يريد أن يضيف إلى الأقوال التي أدلى بها بالأمس توضيحات يراها ذات أهمية. كان يريد أن يضيف إلى تلك الأقوال أن وفاة العامل الذي سقط من الطابق الرابع للعمارة التي توجد في طور البناء في حي المحيط لم يمت من جراء سقوطه على رأسه، وإنما نتيجة سكتة قلبية أصابته بينما كان في المستشفى. غريبة هذه التوضيحات التي جاء المقاول الفرنسي يريد إضافتها إلى أقواله. بالنسبة للعميد فإن الأمر يعني إخراج شركة التأمين من القضية ومن تحمل ما يترتب عن الحادثة التي راح ضحيتها ذلك العامل الشاب، وقد كان الأمر يستلزم توفير من يتصدى لهذه المحاولة التي كانت تروم لا أقل ولا أكثر سوى حرمان ذوي الحقوق من عائلة الهالك من حقوق شرعية لهم. وجد العميد نفسه مضطرا للبحث عن ذوي الهالك، ولم يعثر سوى على زوجة شابة حديثة العهد بالرباط استقدمها الهالك من قريته في سوس، وكان لها طفل رضيع لم يكمل بعد عامه الأول. لم تكن المرأة الشابة تتكلم العربية، ولذلك يحكي العميد في مذكراته اضطر إلى الاستعانة بترجمان. هي عبارة واحدة صدرت عن الأرملة الشابة، قالت للعميد بلهجتها السوسية: أحملك مآلي ومآل هذا الصبي الذي أحمله في ظهري. أحس العميد بثقل ما ألقت به المرأة على عاتقه. كان يحس بأن ليس للأرملة الشابة بعد الله إلا العميد، ولذلك أسلمت أمرها وأمر وليدها إليها. لم تكن الأرملة الشابة واسمها عيشة تعرف من أحد في الرباط. كان العميد أول شخص تعرفت إليه بعد زوجها الراحل الذي استقدمها إلى العاصمة، وقد اتخذ العميد قرارا بأن يتولى أمر تلك المرأة المسكينة. بعد جهد تمكن من أن يشرح لها الموقف، وأبلغها بأن المقاول الفرنسي الذي كان يشغل زوجها يحاول الآن التملص من مسؤوليته، ولذلك يتعين عليها أن تطلب إخضاع جثة زوجها للتشريح. كان عليها أن تقوم بذلك بنفسها حتى يتم تضمين مطلبها في محضر رسمي. وقد وافقت النيابة العامة، وبعد فحص المعطيات التي تضمنها الملف حاول وكيل الملك استنطاق الأرملة، ولكن عدم حديثها بالعربية شكل عائقا، ولذلك اضطر وكيل الملك إلى الاستعانة بترجمان. أكدت عيشة طلبها إخضاع جثة زوجها الهالك للتشريح لتحديد سبب وفاته. تمت الموافقة وصدر الأمر إلى الطبيب الشرعي الذي أكد أن العامل السوسي الشاب إنما توفي من جراء كسر في جمجمته نتج عن سقوطه من علو 4 طوابق
في ورشة لبناء عمارة بحي المحيط. كان ما تضمنه تقرير الطبيب الشرعي سدا منيعا أمام محاولات المقاول الفرنسي الذي كان يسعى إلى تزييف الحقائق بما يتيح له ولشركة التأمين التملص من المسؤولية. كثيرا ما يغيب أو يغيب هذا الوجه الإنساني في عمل محققي الشرطة طوال المدة التي استغرقتها المساعي القضائية لتمكين الأرملة وابنها من حقوقهما. كان العميد حاضرا، بل إن الأرملة كانت ترفض الإجابة عن أسئلة القضاء ما لم يحضر العميد. كان الشخص الوحيد الذي وضعت فيه ثقتها، ولم يكن ذلك ليمر دون إثارة الانتباه. سأله أحد رؤسائه مرة إن كانت المرأة من عائلته، كان عليه أن يوضح حيثيات تلك العلاقة، ولما أحاط بخلفياتها تفهم الرئيس نبل ما يقوم به. ومع مرور الوقت صارت تلك الأرملة لا تتردد في زيارته في مكتبه كلما كانت بحاجة إلى مساعدة. لم تكن الرحلة مع جلسات المحكمة سهلة أو يسيرة، وكان الضغط على تلك الأرملة وطفلها يزداد كلما وجدت نفسها بحاجة إلى مصاريف لمواجهة متطلبات الحياة اليومية. طالت الرحلة، وفي نهاية المطاف حسم القضاء في ذلك الملف، وألزمت شركة التأمين بدفع راتب لعيشة وابنها كل 3 أشهر وعلى مدى الحياة. كان العطف الذي لاقته عيشة من لدن العميد يخفف عنها معاناتها. بمرور الوقت صارت تتردد على بيته وتعرفت إلى عائلته. كان أبناؤه ينادونها بمعيشة السوسية التي غيبها الأجل المحتوم في العام 99 900 و1000.